مساكم الله بخير من أجمل الأماكن في ولاية يارد. يمكن الصوت شوي يتخلله قليل من الهواء، ولكن انسوا معي الصوت وركزوا فيما ستراه أعينكم. ركزوا في هذا المنظر الجميل اللي وراي. راح نقلب الكاميرا وشوفوا معي هذا المنظر. حاليا انا في ولاية يارد وواقف امام هذا المنظر الجميل الرائع، الاروع من الرائع. فعلا يارد فيها جمال مميز يختلف عن باقي الولايات. وبالنسبة إلى بوسمغون، أنا زرت بوسمغون وزرت الشلالة وزرت قارة الطالب وزرت بشار وزرت تغيت. للعلم يا جماعة، للعلم أنا أخوكم الرحالة قطري خالد الجابر، حتى الآن زرت 45 ولاية من ولايات الجزائر. فالناس اللي ما كانوا متابعيني من السابق، حبيت أقول لكم أني زرت معظم الولايات، زرت 45 ولاية. هذه الولاية رقم 45 في سجل الولايات التي زرتها. فهذه النقطة حبيت أقول لكم إياها، أني زرت بوسمغون وزرت ولايات وزرت مدن البيض، كل البيض زرت، وزرت العباد الله وزرت أماكن كثيرة. فالله يخليكم، تابعوا من البداية وبتعرفون أنا وين الأماكن اللي زرتها. زرت كافة أرجاء التراب الوطني، باقي تقريبا 14 ولاية أو 15 ولاية. إن شاء الله نزور برج بعريرج، ما زرته من قبل. تفضلوا شوفوا هذا المنظر معي وننتظر غروب الشمس طبعا. وقولوا لي اللي عنده معلومات عن تيارت يعطينا اياها، يعني مثلا يقول لنا الاشياء. زرت غار الجماعة في قالمة، وزرت حمام دباغ وسكنت فيه. الله يخليكم يا جماعة، اللي مش متابع من البداية ليه يتحداني يقول لي ولم تزر. انا زرت كل الاماكن، زرت غار الجماعة وزرت قالمة قعدت فيها 5 أيام. الله يخليكم، قولوا لي الأماكن اللي ما زرتها أو تابعوا الرحلة من السابق. ادخلوا على انستغرام، ادخلوا على فيسبوك، ادخلوا على سناب شات، ادخلوا على تويتر، بتلقون أن أنا أخوكم الصغير زرت معظم ولايات الجزائر. كيف كان المنظر؟ التأمل اللي يزعجوك فيه. مصطفى من ايه، انا حاولت اهرب منه بس ياني من جاني. ايوه حتى انا لحالي. قولي له المره الجايه، قولي له لو سمحت خلوني وحدي، حابه اكون وحدي. البقية شافوني، تلفوني في حالي. بس مصطفى زين الكاميرا.
انتوا بتقعدين حتى الغروب ولا؟ الغروب كمان ساعتين ونص يعني. لا لا يعني خلينا نمشي نروح. اوه ما نشرب لنا شاي ونروح يا جماعة، اسمحوا لنا نقطع اللايف ونشوفكم لو وقت لاحق إن شاء الله.